كل حال برضو كان خبر حزين للغاية للغاية، وهي كانت ضيفة عزيزة جدا وهي صديقة، يعني قبل ما تكون ضيفة أو يعني شخص بنتعامل معاه في الإعلام هي كانت صديقة عزيزة، ولكن للأسف الشديد كلنا تفاجأنا امبارح بوفاة الدكتورة أنيسة حسونة. وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة أيضا تقدموا يعني ببالغ الحزن والأسى والعزاء لأهل الدكتورة وأسرة الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، ووفاتها طبعا امبارح الأمنية، أمس كان تقريبا كريم المغرب حاجة زي كده يعني تلقينا الخبر. ربنا يرحمها، شخصية كانت محترمة جدا أوي جدا أوي. ضيفة كانت في 10 الصبح في الأهلي أكتر من مرة، وكانت كمان ضيفة على التليفون، عملت مداخلات كتيرة جدا معانا، وكانت شخصية داعمة جدا للمرأة، شخصية محبوبة من اللي حواليها وخيرة جدا وخيرة جدا. لا حقيقي، بس عايز أقولك على حاجة دكتور أنيسة، يمكن أنا اشتغلت معها 2017، قعدنا نشتغل مع بعض في برنامج يعني لمدة سنة ونص، كنت بشوفها مرة في الأسبوع، شخصية عارف اللي هي الطاقة الإيجابية، عارف تتعامل مع حد على طول عنده طاقة إيجابية. وفترة كمان يا كريم لما عرفت إن هي رجع لها تاني المرض هذا المرض الخبيث يعني السرطان، هي كانت متفائلة، حتى كنا بنتكلم معها قالت لها أسبوع على الله أنا عديت منها قبل كده إن شاء الله أعدي منها تاني. لكن يعني برضو عشان ننقل الصورة بوضوح، هي كانت تعبانة جدا 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 الفترة الأخيرة، ويمكن كان يوم المرأة العالمي وتكريم يعني حرم سيادة الرئيس، هي كانت موجودة تم تكريمها، كانت على كرسي متحرك وكانت صحتها باين عليها ان هي يعني لا مريضه جدا وربما تكون بتعذب، فربنا يرحمها. اكيد اكيد يعني الواحد حزين جدا، لكن ربما يكون ده الافضل علشان العذاب اللي هي كانت بتعاني منه. لكن زي ما احنا بنقول دايما لما بننعي حد هنا، الشخص بيرحل ولكن تاريخه وصيته يعني بيستمر او بيظل. فربنا يرحمك دكتور انيسه، كنت شخصيه جميله كلنا كنا بنحبك، ربنا يصبر اهلها. تاريخها من ناحيه وصيتها من ناحيه ثانيه، الحقيقه الاثنين يعني بيؤكدوا على محبه الكل ليها واحترامهم وتقديرهم ليها. كانت شخصيه فعلا استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وزي ما كنا بنقول من شويه كمان الى جانب كل ما تميزت به من خصال طيبه، كمان تفصيله ان هي كانت شخصيه خير، شخصيه خيره جدا، دي برضو اكيد ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتها رحمه الله عليها.